الحي الحمامات الاولمبي بيرادس، معناها هكا الرونبوان هذاك نتاع الرونبوان هذاك. نتاع الحي اي الاولمبي. وبالتالي اي اي وبالتالي في لوتوروت نتاع تونس حمامات. باهي، هذه الطريق هذه تخرج من الرونبوان هذاك معناها نتاع الحي الاولمبي، تشق الغابه، تشق الغابه وتشق المنتزه وتطلع في قنص على الانتر كومونال سود اللي موجوده، الطريق الموجوده توا، وتحت لها قنطره تربط بالقنطره نتاع اللي جايه من الضاحيه الشماليه. الفوري هي 250 هكتار، منها 20 هكتار اميناجي جوستومون بور لو بارك فرحه حشيد اللي فيه اون انتري وفي دونك اون اير دو جو بور انفان، اي او فون انا لو موزي دو لو موزي دو بارك اللي فيه معني دي سبيس فيجيتال اكسيتيرا. دونك مالوروزمون من بعد الثوره il y a eu معناها بوكو دو فانداليزم على البارك، برشا تكسير. دونك فما لا بارتي اميناجي بور البارك لي فامي لي انفان، او فما بارتي بور ان باركور دو سانتي plus grand ou plus vaste etc. Malheureusement, je suis bien aménagé. Le parc est une chose complète. وبالتالي اذا كان انت تجي في وسطه تعمل كياس في وسطه، والكياس هذايا احنا اذا كان ناخذ المساحه هذه فيها اكثر من 300 هكتار، تبشي نحيو المسلك هذاك 30 هكتار، معناتها شو معناتها؟ معناتها قطعت وصال هالغابه هذه. لو بروجي دونك سيتي كوا؟ خاطرك سي متر اون ليزون لا فوا اكسبريس دو كامارت ا لوتوروت سود. الاشكال توا سي لو باساج اترافيغ لو فوري دو راتيس اللي هو يكونستيتو ان بومون دوكسيجين بور لا بانليو سود. دونك افيك اون سيرفاس entre 240 hectares, 270 hectares, c'est pratiquement trois fois la surface du Belvédère. Donc un poumon d'oxygène très important pour les deux villes Megrine et Benarous, les premières zones industrielles du pays, c'est à l'échelle du pays. Et en plus, Manihara, c'est en plus Manihara Medina Jadida, etc. On s'est opposé en 2016, fin juin 2016, fin juillet, avec la Jamhiya, حاضرين في ولاية بن عروس وحاضرين الأطراف الكل برئاسة السيد الوالي وبرئاسة السيد محمد محجوب اللي هو نائب عن ولاية بن عروس، وعبرنا على مخاوفنا من المشروع هذا وقلنا لابد من إعادة معناتها نظر فيه، لكن ما جاوبوناش وما قالونا حتى شيء. ما رعنا إلا أخيرا في فيفري سمعنا اللي معناتها فما إمكانية متاع للانسمان متاع دابيل دوفر متاع الكياس هذي، فبالتالي تفجعنا. En 2016, lors de la présentation du projet Filouilea, donc il y a eu une forte contestation de la part Melfleha ou Melbia et les Ma'lam Chouli Mardesh dossier pour une consultation plus approfondie. Ou qu'il m'a fait un jamais interne Rafat catégoriquement, c'est Boubak qui est l'architecte, il n'est pas question de faire ce projet-là. Ou Famazedahat, un député, c'est Ali Mahjoub, à la SS, on ne veut plus un massacre qui m'a laissé faire Borj Sedri. لكن احنا فما الدستور يقول للدولة لا بد انك تتشارك مع المجتمع المدني وتاخذ رايه، لا بد انه المسؤولين في هالبلاد وخاصة وزارة التجهيز اللي هي عندها البلدوزير انها تخلي البلدوزير نتاعها وتجي تقعد مع العباد، واحنا كمجتمع مدني راهو عندنا كل الاختصاصات اللي تتصوروه، كل المختصين في البيئة في الاوربانيزم في 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 الطرقات، كل هذوما عندنا الناس هذوما يدعمونا وموجودين ومستعدين يعاونوا الدولة وبلاش. معناتها بالنسبة لينا سي بروسيدور كي ايتي ديكتي في مجال التهيئة العمرانية والتعمير كاينو سي فري، مي توا اون بو بلو ترافايي كوم سا، معناها مش باش تعلق ان دوكيمون في اول وتقول هاني جي في لا كونسلتاسيون اي لا كونسيرتاسيون، لا كونسيرتاسيون دوفري اتر بلو لارج، معناها بلوس دانفورماسيون بلوس دافي اي سورتو شيرشي دي كومبرومي، خاطر سي با دي تو ايفيدون. وكيف تشد ان اسبي سارتينمون او ديبون دان اوتر اسبي، دونك هذاك علاش اون شيرش ان كومبرومي، اون فو ا لا ليميت اللي انا بارفوا جو مي ان كوز حتى سيت فوا بور لو مومون. S'il y a l'obligation de la faire, allez je fais le parc ou allez je fais tracer là, alors qu'on pouvait on pourrait faire ailleurs ou bien autrement que ça que la proposition ça.
احنا كي نقضيو على فضاء كما هذا جميل ومزيان اللي يتمتعوا به الصغيرات والكبار واللي يقراوا والشيوخ والناس الكل يجيوا يتمتعوا بالسكينه هذه وبالراحه وبالخضره وبالاشياء هذه الكل، كي تجي انت تنحيه لهم شنو معناتها الى معناتها على اساس انك باش تعمل كياس sur le plan environnemental c'est très important. Il se situe par rapport à deux grandes zones industrielles au moins pour oxygéner davantage la ville. Donc sur le plan urbain ça permet quand même d'aérer معناها مشكل البني. Et sur le plan social c'est un point de rencontre aussi bien معناها pour les familles, pour les jeunes, pour les enfants, pour tout le monde. وراه احنا نخدموا فيه لمصلحه المواطن مش المواطن هو في مصلحه الكياس.